مساء الخير، مع حضراتكم المستشار العقاري محمود كساب، استشاري ريال استيت العاصمة الإدارية الجديدة. النهاردة هتكلم مع حضراتكم عن منطقة الار 8. انا هبتدي يعني بشرح الموقع تحديدا. هو الار 8 كموقع تعتبر ما بين حي السفارات وما بين الحي السكني التابع للمرحلة الثانية للعاصمة. قصاد الار 8 مباشرة منطقة متعددة الاستخدامات، وبعد كده النهر الأخضر ومحور محمد بن زايد الجنوبي. أسفل الار 8 الحي السكني اللي هو ال 12 أو ال 12، ده يعتبر تابع للمرحلة الثانية للعاصمة برضو. المميزات في الموقع للار 8 هي تعتبر الأقرب للنهر الأخضر والمحور محمد بن زايد الجنوبي، وهي الأقرب للحي الحكومي والأقرب للمطار. طيب، اللي هو يعتبر الار 8 عدد الشركات اللي بالفعل اللي هي مخصص لها قطع اراضي وبدات طرح الاراضي بتاعتها قليله قوي، لان لسه الار 8 هي تعتبر الطرح الثالث من الاراضي. انت عندك في لافيردي، في روزس، اناكاجي، مينوريكا، في سكاي فيو، كل المشاريع ديت هي حاصله حاليا على القرار الوزاري. برضو من مميزات الار 8 في الموقع بتاعها او الارض نفسها، هي واخده الارض بتاعت الار 8، منسوب الارض يعتبر مرتفع عن الار 7. سعر المتر في الار 8 بشكل عام بيبتدي اقل حاجه من 8800، يعني بنتكلم طبعا لو في حاله التشطيب. اقل سعر متر ممكن تلاقيه في العاصمه كلها بيبتدي من 9750 جنيه. أنظمة السداد بتبدأ أو بتوصل معاك لحد 10 سنين أقساط متساوية بمقدمات بسيطة بتبدأ من 10%. هتلاقي بقى في المساحات، الغرفتين بتبتدي من 120 متر، والتلات أوض بتبتدي حوالي من 150 متر، والاستديو ممكن بيبدأ معاك من 80 متر أو 90 متر. المميز في الار 8 ان انت حضرتك هتلاقي المساحة اللي انت عاوزها اللي هي المساحات الصغيرة، وهتلاقي سعر المتر القليل، وهتلاقي أنظمة السداد الطويلة. ودي المشكلة اللي احنا دايما بنقابلها في الار 7، انك لازم هتلاقي في حاجة من دول مش متوفرة، قليل قوي الكومباوندات اللي بيبقى متوفر فيها الثلاث عناصر دول. طيب، هو برضو في الاداري حاليا مطروح، الاداري والطبي مطروح في مول اسمه جوسكو، ده تابع لكومباوند اناكاجي. سعر المتر في الإداري حوالي 32,500 تشطيب. بالنسبة للطبي بنتكلم متوسط سعر المتر 40,000 تشطيب كامل. هم عندهم عرض تقسيط مميز جدا، قد المقدم اللي حضرتك هتدفعه تاخد قصاده ديسكاونت وتقسط على 8 سنين، وأول قسط هيبقى بعد سنتين. يعني انت عندك اول قسط هيبقى، او بمعنى صح هتقسط بعد سنتين، وهيبقى التقسيط على 6 سنين المتبقية اقساط متساوية. فهو كنظام سداد هايل جدا. طبعا المعايير اللي انا بناء عليها ببتدي اختار الكومباوند اول حاجة، او اقيم المشروع ببص طبعا للمطور العقاري، البروفايل بتاع الشركة، الكيان العام، الاستشاري الهندسي والمشرف العام، الأوراق القانونية الخاصة للأرض، طبيعة الإنشاءات اللي موجودة في السايت، نسبة المبيعات، الموقع بتاع الكومباوند بيبقى في أي منطقة، تصنيفه هل هو برايم لوكيشن أو واخد فيو مميز. بنتكلم برضو الخدمات اللي بيتميز بيها الكومباوند بقى، من مناطق رياضية أو مناطق ترفيهية، كيدز اريا، طبعا التجاري ده نسبة أساسية في أي مشروع، الكلاب هاوس. برضو شكل الماستر بلان بتاعة الكومباوند وتوزيع المباني، المسافات ما بين العمارات، نسبة المساحات الخضراء والليكس داخل الكومباوند، دي برضو حاجات مهمة قوي وانا بختار الكومباوند. اقارن ما بين الماتيريال بتاعة المشروع بشكل عام ونظام السداد بالسعر المتر او السعر اللي بيدوهوني، واقارنه بطبيعي بالاوفرز والعروض بتاعة العاصمة والشركات بشكل عام في العاصمة، عشان ابقى انا عارف ان انا واخد حاجة كويسة وحاجة انا فعلا متميز بيها، عشان بعد كده ريسيل لما اجي ابيع ريسيل بعد فترة ابقى انا اقدر، يعني الموضوع بالنسبة لي يبقى كويس قوي وما يبقاش صعب. لو انا بفكر في الريسيل بشكل عام، يفضل في نظام السداد ان انا اخد اقل مقدم مع اطول فترة سداد ممكنة، ويفضل طبعا فكرة الاقساط المتساوية علشان تبقى انا بيعتي سهلة، ما يبقاش في يعني مبالغ كتيرة قوي في الاول، خاصة ان احنا لسه هنحط برضو الاوفر برايس المكسب بتاع حضرتك. اختيار المساحة بتاعة اليونت، نسبة التحميل، الديزاين الداخلي، ان انا بختار شقة يفضل ان هي تبقى مربعة، مش ما تبقاش شقة طولية. الشقة المربعة عادة بتبقى شقة واخدة يعني في اكتر من فيو.
بنتكلم برضو الموقع بتاع اليونت داخل المشروع، يفضل طبعا يكون قربها من الخدمات مثلا او من السنتر بتاع المشروع. الفيو مثلا ان هو يبقى على جرين اريا او بحيرة. طبعا طبعا الشقة الناصية البانوراما دي بتبقى اميز حاجة، ان هي بتبقى فيو مفتوح ومش مجروحة، يعني يفضل برضو كده. يعني الادوار في المتكرر يفضل من الثالث لحد الدور السادس، يعني من الثالث للسادس كويس. ده بيبقى فيه عليه الاقبال الطبيعي، هي ديت اول اي عمارة بتطرح في اي كومباوند، دايما الادوار اللي بتخلص بسرعة هي من بنتكلم مثلا من الدور الثالث للدور السادس، ممكن الثاني كمان شغال يعني. طبعا في ناس معينة هي بتبقى عايزة دور اول، اوكي ده كويس مفيش مشكلة. فكرة البنت هاوس برضو شغالة، يعني في يعني عملاء بتبقى هو طبيعة الريكوست كده بتاعها. يعني في بنتكلم برضو بالنسبة للارديب جاردن، يفضل في الارديب جاردن ان انا اخد حاجة او يونت يكون الفيو بتاعها فيو مفتوح، يعني فيو جاردن على جاردن، ده يبقى بالنسبة لي كويس قوي. اهم حاجة في القصة دي كلها ان انا لما اجي اقارن الماتيريال بتاعة المشروع ونظام السداد واشوف سعر قصادها سعر المتر اللي انا هشتري بيه ديت كده، بحيث ان انا ابقى انا واخد حاجة فعلا ابقى متميز بيها. طبعا لو في اي حد في مرحلة مقارنة حاليا ما بين الكومباوندات سواء سكني او حتى تجاري او اداري او طبي داخل العاصمة، حضرتك تقدر تشرفني بالتواصل من خلال الضغط على اللينك اللي بيكون موجود في اول الديسكريبشن. حضرتك مجرد ما بتضغط على اللينك دوت على طول هو بيوصلك على الواتساب الخاص بيا، او رقمي برضو ظاهر مع حضراتكم لو في اي استفسارات. انا مع حضراتكم محمود كساب، استشاري ريال استيت العاصمة الإدارية الجديدة، وشكرا جزيلا لحسن الاستماع. أنا طبعا هوري حضراتكم اللوكيشن بالظبط بتاع الار 8 والحدود بتاعتها، وهوري حضراتكم كده برضو يعني بعض هوضح لحضراتكم بعض البوينتس أو النقاط على الماب بتاعت الار 8 وعلى الماب بتاعت العاصمة. أنا مع حضراتكم محمود كساب، وشكرا جزيلا لحسن الاستماع. انا فاتح مع حضراتكم البلان المرحلة الاولى للعاصمة. احنا اتكلمنا في الفيديو دوت عن منطقة الار 8 الحي السكني الثامن. الار 8 هي تعتبر على الحدود بتاعت انتهاء المرحلة الاولى للعاصمة. هي اللوكيشن بتاعها بالظبط يعتبر قصادها منطقة متعددة الاستخدامات، وهي تعتبر الاقرب لمحور محمد بن زايد الجنوبي والنهر الأخضر من منطقة الـ R7. اللي بيفصل ما بين الـ R7 والـ R8 هو الحي الدبلوماسي في النص، اللي هيبقى فيه جميع المقرات والبعثات الدبلوماسية. الـ R8 كلوكيشن هي تعتبر الأقرب للحي الحكومي والمنطقة اللي هيبقى فيها مدينة العدالة وهيئة الرقابة الإدارية ومبنى البرلمان. الار 8 الاريا دي بالظبط كده هيكون فيها المطار، فهي تعتبر الاقرب للمطار. يعني هي كموقع طبعا هي واخده موقع استراتيجي جدا، موجود فيها خدمات، هيكون فيها 2 جامعة، الجامعتين دول انا هوري حضراتكم طبعا الاراضي المخصصه حاليا والمطروح فيها بيع في منطقه الار 8. طبعا احنا عندنا الطرق الرئيسيه او المداخل بتاعه العاصمه من الطريق الدائري الاقليمي، وفي الطريق الدائري الأوسطي، ده يعتبر اللي بيفصل ما بين القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، وبيكون في بدايته بداية محور محمد بن زايد الجنوبي ومحور محمد بن زايد الشمالي، وبيتوسطهم النهر الأخضر بطول امتداد العاصمة. طيب دي كده حضرات البلان بتاعت الـ R8. القطع اللي هي مخصصة حاليا ومطروح فيها بيع في العاصمة، عندنا القطعة دي قطعة جي، دي بتاعت مشروع لافيردي. القطعة جي بتاعت مشروع شركة لافيردي للاستثمار العقاري، مساحتها حوالي 33 فدان تقريبا. في عندنا القطعة بتاعت أناقاجي بتاع مشروع تطوير مصر، أو قصدي شركة عقار مصر. شركة عقار مصر دي مساحتها حوالي 16 فدان او 17 فدان بالتقريب، قطعة I4 القطعة ديت بالظبط كده. في مشروع سكاي فيو ده بتاع شركة روماني او بيتر هاوس، قطعة I3 ده حوالي 11.5 فدان.
برضو من القطع التانية في مشروع اللي هو بتاع مينوريكا بتاع شركة المروة للمقاولات، ده 17 ونص فدان تقريبا، قطعة L4 القطعة ديت بالظبط، قصادها منطقة فيها جاردن كبيرة، مساحة جاردن. في جمعية الحكماء قطعة L6 ده مشروع روزس، ويعتبر في ظهر المينوريكا في القطعة ديت بالظبط، حوالي 21 فدان وكسر بسيط يعني. طبعا بشكل عام كده برضو لو في أي استفسارات عند حضراتكم بالنسبة للكومباوندز اللي موجودة في منطقة الـ R8 أو بشكل عام سواء في السكني أو التجاري أو الإداري داخل العاصمة، تقدروا تشرفوني بالتواصل من خلال الضغط على اللينك اللي بيكون موجود في أول الديسكريبشن. حضرتك مجرد ما بتضغط على اللينك دوت بتقدر إن أنت طبعا تتواصل معايا دايركت على الواتساب. برضو في معلومة مهمة، هو كل المشاريع دي اللي احنا اتكلمنا عنها دي مشاريع حاليا حاصلة على القرار الوزاري دلوقتي. أنا مع حضراتكم محمود كساب استشاري ريال استيت العاصمة الجديدة، وشكرا جزيلا لحسن الاستماع.